Kita lanjut surat Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalna Qur'anan 'arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu nusanniqu sanal wasmi ma awhayna ilayka hadzal Qur'an. Wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsud ru'yaka 'ala ikhwatika wa yakidu laka kayda. Inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Wa kadhalika yudammiru rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al hadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaqub kama atamma 'ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakim. Laqad kana fi sakhwati ayatun lis-sa'ilin. Iqtu in إذ قالوا ليوسف وأخوهم إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا يوسف اضرحوا الأرض يخلو لكم وجوابكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منكم لا تقتلوا يوسف القومي ويبد اليوم يلتقيكم بعد السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف إنا له لناصحون. أرسل معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يسرني أن تذهبوا به وأخاه يكون أودب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئنك لأودب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوا في قيامة الجمعة وحينا إليه لتنعم أنهم يبري ماذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أمام عشاء يبقون. قالوا يا أمانا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميص بدمٍ كذب. قال بل سول لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة مرسل والدهم أدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام. أصبروا بطاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس ودرهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه بمصر لأمرأتي أقدمي ودعه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله عالم على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما ولو شنه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراود له الذي وفي بيتي عنوس ولقد الأبواب وقالت إلى قال معنا الله إنه ربي أسلم أطمئن إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بي لولا أرأى برهان ربي فذلك لنسعى عنه السوء والفحشاء إنه من عباد من المخلصين. واستبق الباب وقد قميصه من دبر والبيا سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه كنت من قول وصدقا وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دورٍ فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دورٍ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف علينا هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود وتنهى عن نفسه وقد شوفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
فلما سمع المؤمنين أرسل إليهن وأعد لهن متطوعات كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه وأمرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتمني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره لأجلن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن ارحمه إلي مما يدعونني إليه وإلا تصم عني كيدهن أصم إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما وروا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه سجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فقرا سقوسا تقول الطير نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا أصحاب يسير أرباب متفرقون كن رب الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب بيت يا صاحب السجن عما أحدكما ويسقي ربه خمرا وأما الآخر ويصلب وتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن إن سمع يام وسمع سمرات أخذ وأخر يابسات يا أيها الملأ أوتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاط أحلام وما نحن من أويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أرى نبيكم بتأويله وأرسلون يوسف ويصديق أفتنا في سمع أمراض سمان يقولن سمع ياب وسمع سملات خضر وأخر يامسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين داما وما أصبتم وذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما ظننتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك أمر فيه وأتى الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خلقكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لكم حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحال أنا روادته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنك بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أمروا نفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
وقال فلبطوني أستخلص لنفسي ولما ظلم وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه وعرفهم وهم له منكرون ولما جهزوا بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني وفي الغيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا غيل لكم عندي ولا تقومون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لبنيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الغيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيك منكم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى دونني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إلي أخاه قال إني أنا أخوك ولا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقمر عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا وما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم وقبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا وخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا
إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سول لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل عسى الله يهدني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنكم وقال يا أسف على يسوع وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا قد حسنوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا ضر وجئنا ببضاعة مزجاة وأوملنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر وإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذا أبوا بقميصي هذا ولقوا على وجهها بأرضي بسيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما وصلت العير قال أبوكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء المشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وارفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نشأ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أنذر الناس ولو حرصنا بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من
قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا تيأسوا الرسل وظنوا أنهم قد ظلموا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون